التواصل يستمر والأشواط تتواصل في صباح هذا اليوم من أرضية ميدان دستور، أحد أذرع المرموم في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق، يحمل كذلك في طياته الشوط الثاني للجعدان في هذه الانطلاقات لسن الحقائق في هذا المنطلق لتتنافس في الثلاثة كيلومترات في هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة في هذه الانطلاقات الجميلة. يا سلام، هذا هو ظبيان، ظبيان عبد الرحمن بن ناصر بن حباب الهاجري، يتقدم الجعدان ويقودهم، بينما المركز الثاني هذا الويفي في المركز الثاني، خليفة بن سيب بن مصبح المسافري ياتي في المركز الثاني، والمركز الثالث ياتي المخمري بهملول، هملول سالم بن سعيد بن مصبح المخمري، اما المركز الرابع المركز الرابع بنشوف هنا، بنشوف هنا لنتاكد. هذا يا ليت الجماعه، يا الربع كم رقمه هذا؟ كم شعار بن سالمين على ما اعتقد، ولكن لا يوجد اسمه بن سالمين في الكشف. عموما على كل حال في هذا الاندفاع اللي ينطلق على المركز الثاني بنقول حتى ياتينا مالكه او في هذا الاندفاع. يا سلام، المركز الرابع 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 هناك، شوف الاندفاع. يا سلام، اسماء، هذا اللي هو الويفي خليفه بن سيب بن مصبح يتقدم في هذه اللحظات، وهناك ياتي نايف لأحمد بن يمعة بن عوض بن مبارك العزيزي. هذه النتيجة مشاهدين العزاء، متابعين الكرام، في هذه اللحظات. يا سلام، نعود إلى المراكز الأولى ما شاء الله، نعود مع بن حباب، بن حباب نروح عنده مع الكيلو الأخير مع ظبيان بن حباب اللي يسيطر، عبد الرحمن بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري يسيطر على مقدمة الشوط ويندفع بدون منافس على الإطلاق، على الإطلاق بأداء جميل وانطلاقه، بينما المركز الثاني والثالث والرابع الهجوم قادم، الهجوم قادم من المراكز الخلفية في هذا الاندفاع. المخمري يتقدم وياتي في هذه اللحظات، وهذا هو اللي ياتي الويفي خليفة بن سيف بن مصبح بن عبد الله المسافري، كذلك يندفع حامل التحديات، وبن سالمين عاد مرة ثانية، المنصوري. يا سلام، هزاع بن سالمين المنصوري يتقدم، ولكن بن حباب لا زال، بن حباب لا زال على المقدمة. ظبيان 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 على أرضية الميدان يقدم عرض فنان وجميل للغاية من البداية حتى هذه اللحظات. يلا روح الأمتار الأخيرة، روح يا بن حباب، روح روح يا بن حباب. أهالي الشحانية أبون السلام من المرموم الصباحي الجميل، بينما بن سالمين في المركز الثاني، هزاع بن سالمين المنصوري يتقدم على ثاني المراكز في هذه اللحظات وهذه الانطلاقات للمرة الثانية على التوالي، الشوطين الشوط الابكار وشوط الجعدان. هزاع بن سالمين المنصوري يعلن الفوز في هذا الشوط، تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني ظبيان اللي وصل في المركز الثاني لعبد الرحمن بحباب الهاجري، المخمري الثالث سالم بسعيد المخمري أتى في المركز الثالث. هكذا كانت النتيجة، التوقيت الزمني يا أبو سلطان 4 دقائق 40 ثانية، تهانينا والناموس.